اختبروا على هذاك السماء بيتي جامعة قبل ولا أول مرة؟ لا سماء بيتي نحن اليوم جامعة تمدية حاضرة في هذا النشاط وباعتبارها شريك وتساهم في مثل هذه الحملات فهي تشجع على مثل هذه الحملات نظرا لأهميتها الإنسانية كما ترون مشاركة كل الطلبة وحتى الأساتذة وموظفو الجامعة هم حاضرون وليست هذه المرة الأولى بل هذا من شيم جامعة تمدية وهذه تظاهر دورية تنظم تقريبا في كل عام مرة أو مرتين وهذا نظرا لأهمية العملية تنظم المنظمة الوطنية للطلبة الأحرار المكتب الولائي المدية الحملة الولائية للتبرع بالدم خلال اليومين الأحد والاثنين الثالث والرابع من شهر ديسمبر 2023 تأتي هذه الحملة في إطار دعم القطاع الصحي لولاية المدية وعليه نشكر جميع القائمين على هذه الحملة كما أيضا نشكر سيد مدير الجامعة وسيد مدير خدمة الجمعية مستشفى محمد بوضيف على التعاون والتنسيق معنا. إذا اليوم هو اليوم الأول والانطلاقة راح تبدأ من الآن وندعو كامل المستمعين واللي راهم مشاركين راح يتبرعوا معنا اليوم باش ينقذوا حياة مرضى اللي راهم في الانتظار. الاستجابة راهي فيها والأيام التحسيسية راهي جابت نتيجة وراهي تزيد مع الوقت حيث أنه في كل عام يقوم اتحاد الطلبة بتنظيم حملات تبرعية مرة أو مرتين في العام لصالح جميع مستشفيات ولاية المدية. نشكر الطلبة على هذه المبادرة ونتمنى لهم النجاح إن شاء الله في حياتهم الدراسية والعملية. المبادرة هذه لقد استحسن في العام الماضي حيث تجاوب الطلبة عليها وأنا أود في هذا العام أن يكون تجاوب أحسن من العام الماضي. ندعو جميع الطلبة إلى التجاوب إلى هذه المبادرة والالتحاق من أجل التبرع بالدم. اليوم كاينة حملة لتبرع بالدم في جامعة يحيى فارس وقد لقت استحسان الجميع نظرا لأنه قطرة الدم هذه راح تنقذ حياة أشخاص وخد أخرين. وشكرا لكم وشكرا لجميع الطلبة على هذه المبادرة.